مش انا بس بدي افل، الكل بده يفل. اصلا هي ما فيها فرصه، يعني بلد ما فيها، ما فيك تخلق فرصه فيها. كل شبابنا عم بتصب باوروبا، او فيها نسبه خطوره اكثر من اي شيء تاني بتسافر فيه، كان على البر بالسياره باي ذا كار اور باي ذا بلين. جرب احسن ما تضل هون، يعني اذا رحت بالبحر حتموت مره، بس هون انت كل يوم عم بتموت 100 مره. من اولها يعني ارجع عيدها. طيب جينا احنا رحنا خلينا للاخر، اخر مجموعه مثلا احنا 22 شخص مع اسامه هذا اللي بدي يسوق فينا، خلينا للاخر. ايه اخذنا غياد، اسامه ما قبل يطلع، تفاجئ لما ركبنا بالمركب الصغير، بركبك بمركب صغير بده رفض يطلع، هددوا باولاده وقالوا له بنقتل لك اولادك بالسلاح، اجا اضطر يطلع. ضلينا ماشيين، الموج قوي كتير، يعني موج شي 3 امتار مترين 5، خرب معنا الموتير، صار المركب يفوت مي. تاخدينا حسب ما اخر ما سمعنا انه هو فيه كان 176 شخص، احنا نجينا 20 واحد. يعني بين اللحظة والتاني الواحد يفقد عقله من ورا هالمنظر. شو شعوري؟ تعبان بعدني. شو شعوري؟ بنامش مزبوط بالليل. صار عنده ولد ابني، وابني الولد اللي عنده بده يأمن له مستقبله، بس صار يشوف هالشباب تطلع وشاف حاله بضيقة، وأنا مو أقوم ألاقي ابني نايم على هالفرش ومتضايق، يضل يلعب ألعاب هاي تاعت الولاد الصغيرة يحط عليها. طول بالك يا أمي، وأنا ابني بس طلع بالباخرة قلت له يما بتعرفني أنا قلبي ملوع وما إلي غيرك إلا أنت يا وسام. أشوف ولحد الآن بقول طيب ابني